أعزائي طلاب الصف التاسع، أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من الدرس الثالث لمادة اللغة الروسية. دراجي شكولنيكي شكوليتسي دوبري فان دين وناسي فودميا ترو شاست ترتفا وروكا روسكا فيزيكا أبرجنيني نومر أدين براشي تايتي في بالنيتي زادانيا أتفيتتي نافا بروسي. اقرأوا ونفذوا الوظيفة. أتفيتتي نافا بروسي، أجيبوا على الأسئلة. دين ماتري، عيد الأم. دين ماتري، عيد الأم. عندنا هذا النص وهو حوار بين كنان ويزن. كنان زافترا بودت برازدنك. دين ماتري، اشتوتي بدريش مامي، ماذا أنت؟ غدا سوف يكون عيد الأم، ماذا أنت تهدي أمك؟ إذا لاحظوا هنا بدريش مامي حالة المقصود. يزن أجابه يزن، يزن ستي اشتو يشو مجنا بدريت مامي. وماذا ورود، وماذا أيضا يمكن إهداء أمي؟ أجابه كنان مايا ماما لوبت سلادستي إيدخي، أمي تحب الحلويات والعطور. أشتو لوبت تفايا ماما، وماذا تحب أمك؟ أجابه يزن أنا لوبت سلوشت موزيكو إي خاديت في تياتر، هي تحب الاستماع للموسيقى والذهاب إلى المسرح. كنان ومن يست إيديا، عندي فكرة سكورة في تياتر بودت كونسيرت، قريبا في المسرح سوف تكون حفلة. بدري بليتي في تياتر، في تياتر بدري بليتي في تياتر. اهديها، اهدي من هنا؟ اهديها، اذا هنا انا ضمير شخصي هو اصبح في حاله المقصود ي. بدري كمو، بدري بليتي في تياتر، اهديها تذكره الى المسرح أو في المسرح. يزن أتليشنا، أتليشنا إيديا، فكرة ممتازة. أجدي مجنا كوبيت بيليتي، وأين يمكن شراء التذاكر؟ كنان بيليتي يست افتئاترني كاسي، التذاكر توجد في قوة كاسة أو قوة المسرح. يزن سيتشاس يا بايدو اي كوبلو خروشي بليتي، الان سوف اذهب واشتري تذكره جيده. كنان بايد يوم بميستي يا بامغو تبي، قال كنان لنذهب معا انا اساعدك. يزن خرشو بايديوم، حسنا لنذهب. زادانيا الوظيفة، التمرين الأول زافترا بودت برازدنك، غدا سوف يكون عيد، عيد من؟ هنا اختيار من المتعدد، دين ماتيري، دين راجدينيا، نوفي جود حسب النص. إذا دين ماتيري عيد الأم، دين ماتري عيد الأم. التمرين الثاني ماما كنانا لوبت، أم كنان ماذا تحب؟ تحب عندنا ثلاث خيارات، الأول سلادستي إيدوخي الحلويات والعطور،
الكرسي الرحل الرحلات تفتي الورود اذا ما ماكينانا لوبت سلادستي اي دخي سلادستي اي دخي التمرين الثالث ماما يزن لوبت خاديت ام يزن تحب الذهاب كذلك عندنا ثلاث خيارات في تشيرك الى المسرح الى السيرك في تياتر الى المسرح في ماجازين الى المتجر اذا الخيار الثاني في تياتر الخيار الثاني في تياتر اذا التمرين الرابع سكورة في تياتر يبودت التمرين قريبا في المسرح سوف يكون باليت رقصة باليت او سبرانية اجتماع او كونسرت اذا الخيار الصحيح هو الخيار الثالث كونسرت حفلة فابروسي الاسئلة ككوي برازنك بودت زافترا زافترا بودت برازنك دين ماتري فتروي بابروس السؤال الثاني شتو يزن بدريت مامي يزن بدريت مامي تفتي برجنيني نومر دفا Напишите нужную форму слова. Октубу الصيغه المناسبه للكلمات. Прочитай ضمير الشخصي он. Прочитай ему. Подари ей. Купи им. Дай мне. Расскажи нам. Помоги ей. Упражнение номер три. Ответите на вопросы, используя слова в скобках. Аджибу аля ль-асили, истахдиму аль-калимат филь акуас. Суал ауал. Кому ты пишешь письма? Лиман анта тактуб ар-рисали? عندنا أسماء لنضع إجابة لهذا السؤال كمو تي بيشيش بيسما يا بيشو بيسما درقو يا بيشو بيسما درقو يا بيشو بيسما بدروغي إذن يا بيشو بيسما بدروغي إذن درقو بدروغي تقلب إليه يا بيشو بيسما ماتري يا بيشو بيسما أتسو يا بيشو بيسما يزنو يا بيشو بيسما زيني إذن هذه الأسماء وضعت في حالة المقصود السؤال الثاني كمو في كوبيلي بدارك لمن أنتم أشتريتم الهدايا يا كوبيل بدارك بابوشكي يا كوبيل بدارك ديدوشكي
ياكوب بيل بادارك تفريشو ياكوب بيل بادارك سيستري ياكوب بيل بادارك براتو إذن الآن عندنا الفعلين أو الفعل زفانيت في حالة المكتمل وغير المكتمل. إذن زفانيت مكتمل وهو من الصنف الثاني زفانيت كامو بزفانيت سفرشن نفيد فعل مكتمل وهو من الصنف الثاني كامو بزفانيت كامو. إذن عندنا ال الجملة التالية سيتشاس ياب زفاني ودرقو الآن أنا أتصل بصديقي سيتشاس يا زفانيو كامو درقو فشرا يا زفانيل أو بزفانيل درقو البارحة أنا أتصلت بالماضي برشيت شفريميا أنا أتصلت بصديقي إذن شرا يا زفانيل إلي بزفانيل درقو زافترا يا بودو زفانيت إلي بزفانيو درقو غدا أنا سوف أتصل بصديقي. إذن هنا عندنا المكتمل وغير المكتمل ذكرتها سابقا أنه عندنا برشني في و يعني الغير المكتمل له ماضي والمكتمل له ماضي أما غير المكتمل له حاضر مكتمل ليس له حاضر. الغير المكتمل له مستقبل أيضا المكتمل له مستقبل. إذن غير المكتمل له مستقبل باستخدام فعل مساعد من فعل الكون بيت وتصريف الفعل بيت حسب الضمائر الشخصية. أبرا جنيني نومير تشيتيري نابيشيتي نوجنو يفورمو صلفا اكتبوا الصيغ المناسبة للكلمات سيتشاس يازفانيو زيني كامو زيني سيتشاس يازفانيو زيني كامو زيني نضيحة وتقلب الآ إلى يي زينة زفانيت كامو بدروغي يزن زفانيل دروغو يا بزفانيو تبيه سينشي الصوف أنا أتصل بك في الساعة السابعة تي بزفانيل مامي أنت اتصلت تي بزفانيل مامي أنت اتصلت بأمي. إذن الآ تقلب إلى يي بزفاني فعل أمر بزفاني مني زافترة إذن الياء تقلب إلى مني اتصل بي غدا بزفاني مني زافترا عندنا بريدات يسلم او يوصل بريدات بريدام بريدام انا تصريف بريدات حسب الضمير الشخصي يا بريدام وبريداي فعل امر من المصدر بريدات إذن
برداي فعل أمر سلم أو أوصل. بريدايتي طبعا بريداي لمفرد فعل أمر لمفرد، بريدايتي فعل أمر لجمع سلموا. أعزائي تلاميذ الصف التاسع أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم لهذا اليوم. إلى اللقاء. دس في دانيا.